إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. بدأ الجولة طبعا. احنا الآن شارع الحسن الثاني، كما كتشوفوا كاين الحركية في الوقت هذا، يعني بعد ما شاد إقليم الحسيمة يعني على صفر حالة كورونا في اليومين الأخيرين. كان الحركية وحركية كثيرة طبعا هذا الوقت هذا، يعني هنا داخل المدينة. إذا كما قلت بأنه الحمد لله ولله الحمد، إقليم الحسيمة فاد طبعا اليومين الأخيرين لم تسجل أي إصابة الحمد لله، ويعني بقوا حالات قليلة من المصابين بكورونا في مستشفى القرب بإمزورن، يعني كتمثلوا الشفاء إن شاء الله. فد الأيام غادي غادروا المستشفى القرب. بإمزورن إن شاء الله نوليو صفر حالة هنا داخل إقليم الحسيمة. لأن هذا الشيء كما قلت كيرجع للمجهودات بالدرجة الأولى للناس ديال السلطات، طبعا السلطات المحلية، وطبعا جمعيات المجتمع المدني، من طبعا من حملات تحسيسية اللي كيعملوها بشكل يومي في الصباح في المساء في الليل، من توزيع الكمامات على المواطنين في الأسواق الفضاءات العمومية وإلى غير ذلك. طبعا خصنا نضربوا المثل بساكنة الحسيمة، لأنهم صراحة بينوا على الوعي ديالهم بأنهم يعني من الناس اللي التزموا، يعني منذ تفشي هذا الوباء هذا في بلادنا الناس اللي التزموا طبعا يعني بالحجر الصحي، لما كان يعني الحجر التزموا بالحجر الصحي وما زال اليوم يعني ملتزمين بقواعد النظافة والسلامة الصحية، طبعا بارتدائهم الكمامة. يعني تحية كبيرة لساكنة الحسيمة على الروح التضامن والتعاون ديالهم والتفاهم ديالهم. إذا كما كتشوفوا مشاهديكم قناة شوف تي في، احنا الآن في جولة هنا داخل مدينة الحسيمة. يعني كاين الشمس، كاين يعني كاين اليوم واحد الجو مشمس هنا داخل المدينة.